اليوم الثاني بعد مجزرة المستشفى الأهلي لجأ الاحتلال لعدة الكذب والتضليل المعتادة لتحميل الفلسطينيين مسؤولية المجزرة، وبسرعة لقى الإعلام الغربي بمحاولة جديدة لقلب السردية ولوم الفلسطينيين على مقاسين. استندت الرواية الإسرائيلية على ثلاث حجج: تسجيل صوتي قالت إسرائيل إنه بين مقاتلين من حماس والجهاد عم يعترفوا فيه إنه صاروخ فشل بالانطلاق. بس بقول لك الأول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي. شانل فور البريطانية كشفت إنه التسجيل مزور. Two independent Arab journalists told us the same thing because of the language, accent, dialect, syntax and tone, none of which is, they say, credible. صورة وفيديو لمكان إطلاق الصاروخ المزعوم استناداً لفيديو من قناة الجزيرة. طلع المكان المزعوم لإطلاق الصاروخ مختلف بين الصورة والفيديو. Equally, Israel claims the Islamic Jihad failed missile was fired from here, a cemetery very close to the hospital. But look again at the video of the event. The trajectory of the missile doesn't line up with that location. Too high, too horizontal. Confusingly, the Israeli's presentation also says the missile was fired from a location down in the southwest. It can't be both. كمان أثبتت قناة الجزيرة أنه الصاروخ يلي مبين بالفيديو ويلي استندت عليه قوات الاحتلال تم اعتراضه من قبل القبة الحديدية. We can see a single rocket launched from Gaza. This is the rocket in question. This rocket can also be seen on the Israeli video. According to all feeds and videos analyzed, this rocket was intercepted and was the last one launched from Gaza before the bombing of the hospital. 5 seconds after that interception, an explosion in Gaza can be seen, followed 2 seconds later by a much larger explosion. This is the strike that hit Al-Ahli Arab Hospital. ادعاء ناطقين باسم نتنياهو انه قوات الاحتلال ما بتقصف مستشفيات، هيدي الحجة مفضوحة لانه قوات الاحتلال كانت حذرت قبل قصف المستشفى الاهلي المستشفيات بالقطاع من القصف. والمستشفى الأهلي تحديداً سبق وتعرض للقصف قبل بثلاث أيام. كمان منظمة الصحة العالمية أكدت أنه تم إنذار 20 مستشفى بالقطاع بالإخلاء، وأنه أحصت 136 استهداف لمنشآت طبية وأطباء من بداية الحرب، 59 منها بقطاع غزة والباقي بالضفة. رغم كل شيء ما تأخر الإعلام الغربي عن تبني رواية إسرائيل. Did the IDF version of events make sense to you? It did make sense. وتراجع عن انه قصف اسرائيلي استهدف المستشفى. You know, it is hard to see what else this could be really given the size of the explosion other than an Israeli airstrike. بلشت وسائل الاعلام تنشر تحقيقاتها الخاصه يلي بيزعموا فيها انه المجزره هي نتيجه صاروخ اطلق من جوا غزه مش بقصف اسرائيلي، بدون ما تقدر تاكد ولا اي ادعاء من ادعاءاتها. حتى انه بعضها راح لابعد من هيك وبلش يسوق انه عدد الضحايا بالعشرات مش بالمئات مثل ما ادعت قوات الاحتلال. حكومات اسرائيل وجيشها عندهم تاريخ طويل بالكذب وبارتكاب الجرائم وانكارها لدرجه انه صاروا هن بيعترفوا بهالشيء. Ourselves were fast to go to conclusions. This is why in this event we took the time, took us more than 5 hours. We wanted to double check everything.